اوه شايفين يا جماعة حاجة سحباه. اهلا وسهلا بيكم، فيديو جديد ورياكشن جديد معاكم مايكل. النهاردة فيديو بتاعنا مخيف جدا لأشباح حقيقية بتهاجم بشر. محتاج دعمكم بعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، مستني تعليقاتكم الجميلة. تقريبا بيحضر أكل أو كان بيعمل حاجة. اوه ما اسمه مطبخ الدم. يا جماعة كوبايات كاست ازاي؟ خطف كده كده يا جماعة. اوه شايفين يا جماعة حاجة سحباه. هي موضوع مرعب جدا. اوه يا جماعة صعب، بيحاول ينجده ومش عارف. ريت يا جماعة لو حد حصل معاه أي حاجة من الشكل ده ياريت تكتبها لنا في التعليقات. يا جماعة كده مع الترابيزة. لو الفيديو عجبكم محتاج دعمكم بعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، واستنوني فيديوهات تانية كتير جدا. مع السلامة.